الصحفيين والصحفيات السوريين عرضة دائما للهجمات الإلكترونية لكوننا عايشين بمنطقة حرب. سوريا ما تزال ساحة صراع. التغطية من قبل الصحفيين هي تقريبا الطريقة الوحيدة لنقل المعلومات في وسط بتسيطر عليه أطراف عسكرية متصارعة وما بدها الحقيقة تطلع لبرا بشكل صح. تعتبر سوريا المنطقة الأكثر خطورة في العالم في مجال العمل الصحفي، لهيك شمال شرق سوريا هي أفضل مكان للعمل الصحفي بالمنطقة، لكن ما فينا ننكر أو لا يخفى الأمر أنه في كمان تقييد لحريات العمل الصحفي. هلأ إذا بدنا نقيم حرية العمل الصحفي في المنطقة اللي أنا عم بشتغل فيها فهي تعتبر مقبولة نوعا ما. ما بدي اقول لك انه نحن مقيدين ولا نحن احرار بالكامل، نحن فيك تقول كصحفيين واعلاميين عم نشتغل ضمن صندوق مغلق. الفترة الأخيرة بعد تغطيتي لأحداث سجن الغويران بالحسكة ظهرت لي مشاكل التبليغ على الحسابات وتقارير لشركة الفيسبوك عن الصور الاجتماعية يلي أخذتها أهالي اللي عم يحموا أنفسهم ليلاً من الدواعش، لأنه كانت المنطقة خطيرة جداً. عملت إبلاغات كثيرة، تم توقيف الحسابات 3 مرات خلال أسبوعين. مرة ثانية وجود الصحفي بسوريا وتغطيته للأحداث العنيفة بيؤدي إنه المحتوى اللي بينشره بيكون محتوى عنيف. هذا الشيء بيخالف بعض الأحيان الاتفاقيات الخاصة بهي المنصات وبيؤدي لأنه تتسكر هي الصفحات. ولكن الصحفي ما لازم تتسكر صفحته، والمنصات هي بتعترف بهذا الموضوع. لهيك متابعة وملاحقة الصفحات اللي تم إغلاقها بسبب أنه خالفت معايير المجتمع الخاصة بهي المنصات قد يساعد بإعادة فتحها في حال الأشخاص المتضررين قدروا يثبتوا أنه هن صحفيين. أنا سابقاً انتقدت أحد القوى العسكرية المسيطرة بشمال غرب سوريا، تصور دخلوا لي على حساب الفيسبوك بعد ما حسنوا يخترقوه. يعني نصائح للعاملين بالمجال الإعلامي بسوريا: بداية حاولوا قدر المستطاع أن تأمنوا حساباتكم عن طريق اختيار كلمات سر قوية وتفعيل التحقق بخطوتين على كافة المنصات. أي إيميل، أي رقم هاتف مربوط بهي المنصات أكدوا 100% أنه كمان مفعلين عليه التحقق بخطوتين، وحاولوا ما تضيعوا رقم هاتف بتستخدموا أنتوا للدخول لحسابكم. هاي الأمور بتشكل مشاكل أكثر بكثير من إغلاق الصفحات بسبب مخالفة معايير المجتمع. في نحن هون عندنا أكثر من منطقة سيطرة في التنقل ما بين مناطق إدلب وشرق شمال حلب، المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا. كل جهة في إلها قوانينها، في إلها جوانب ضيقة على الإعلاميين فيها. ما في صحفي وما تعرض لمخاطر بسوريا بشكل عام وشمال شرق سوريا بشكل خاص، لأنه المهنة خطرة جدا هون. بتمنى أنه المستقبل يحمل حرية صحفية أكبر، وبتمنى من قوى السيطرة تتفهم الرسالة اللي عم يؤديها الصحفي.